إذا حد من أهلي ما عنده حد وخايف ما عنده حد يمسكه يوديه يبغي الدكتور يفهم إنه هو تعبان أو إنه خايف من العملية. يوم حطالها ما التخدير ضربها في عينها مسكت إيدي بطريقة صدق صيحتني يعني إنه لا تهديني لين ما خلصالها التخدير. عقب قلت لها أنا بروح، قلت لي كنت بدخل في العملية بس الدكتور قال لي لا لا تدخلي. يعني مسكينة ما عندها حد